كيف أتخلص من مشاهدة الحرام؟ مرحبا وأهلا وسهلا بكم أعزائي في هذه الحلقة الجديدة، والتي أردنا أن نوضح كيف نتخلص من هذا الأمر. أولا عزيزي، الأمر بسيطا جدا. أريد أن أوضح لك أن هذا يعتبر نوع من الإدمان. عليك عزيزي، إذ كنت مثلا تشاهد هذا الأمر كل يوم في الأسبوع، نبدأ بتقليله تدريجيا، أي نبدأ 5 مرات في الأسبوع، الأسبوع الذي بعده 3 مرات، والأسبوع بعده 2 مرة، ومن ثم بعد ذلك مرة كل أسبوع، وبعد ذلك 2 مرات كل أسبوع. أقول ذلك الأمر حتى تنجحوا في هذا الأمر، لأن إذا قمت إيقاف هذا الأمر عليكم مرة واحدة، من الممكن للأسف أن لا ينجح هذه الطريقة. وأيضا عليك عزيزي أن تلهي نفسك بأمور أخرى ونشاطات أخرى مفيدة، وعليك أن تعترف بمشكلتك وتشجع أنت وأصدقائك معا على ترك هذا الأمر.